السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح الهنا على كل اللي موجودين هنا وكل اللي صاحيين بدري معانا عشان يشوفوا هنقدم ايه النهاردة في مطبخنا، مطبخ هنا. لسه مستمرين في حلقات حلويات المولد. امبارح عملنا الفولية والسمسمية والحمصية وجت تطبيقات عسل 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 ملهاش حل. تسلم ايديكم كلكم بجد. النهاردة هنعمل اغلى حاجة في علبة الحلاوة. ايه اغلى حاجة؟ الملبن الحبل بعين الجمل. السنة اللي فاتت ما صدقتوش ان احنا ممكن نعمله في البيت وجات عليه تطبيقات ما شاء الله زي العسل. وفر ورمى كمية كبيرة وعملناه بمقادير مظبوطة ما تخرش المية. النهاردة ان شاء الله هنعمله بطريقتين. طريقة الحبل اللي هي الطريقة اللي فيه ناس ممكن تستصعبها شوية، هنعملها بطريقة بسيطة وهنعملها بطريقة بسيطة جدا جدا بقى. عارفة وانت مغمضة كده تعملي ملبن عين الجمل او الملبن بالحبل. ايه رأيكم نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل التحضير؟ مقاديرنا 4-3-1. يعني ايه الكلام ده؟ يعني 4 مية، 3 سكر، 1 نشا. بس ايه ده؟ الملبن الحبل اللي بعين الجمل اللي بالشيء الفلاني بيتعمل كده بس؟ بيتعمل كده بس. نقولها تاني، 4 مية، 3 سكر، 1 نشا. 4 مية، 4 كوبايات مية، من نفس الكوباية هعاير 3 كوبايات سكر ومن نفس الكوباية هعاير كوباية نشا، والأصل معايا عين الجمل، وممكن كمان أعمله بأي مكسرات تانية مش شرط عين الجمل، لكن إحنا علشان الأصل بتاعه اللي بيتباع بره بيبقى عين الجمل فحاطين شوية عين جمل. وعندي نص معلقة صغيرة ملح ليمون تحافظ لي على قوامه، وعندي كمان مية ورد تقدري تشيليها وتحطي فانيليا، تقدري ما تحطيش خالص براحتك، لكن مية الورد بتدي له طعم وريحة كده يعني غير، بتخليه كده زي العسل معانا. يبقى أنا عندي 4 كوبايات مية، 3 كوبايات سكر، كوباية نشا، دول الأصل بتاعي، وبعد كده ملح الليمون نص معلقة صغيرة، ما عندكيش تبقى عصرة ليمونة مفيش أي مشكلة خالص، ومية الورد ما عندكيش حطي فانيليا، ما عندكيش فانيليا، ما عندكيش خالص ما يهمكيش، هيطلع برضو ملبن بعين الجمل زي العسل. هنعمل ايه بقى؟ الاربع كوبايات مية اللي عندي هقسمهم كوبايتين وكوبايتين، والتلات كوبايات سكر هقسمهم كوبايتين سكر وكوباية سكر هشيلها للاخر. ايه الكلام ده وهنعمل ايه؟ بص يا ستي، انا عندي 4 كوبايات مية، هاجي هنا في اي حاجة هعملها فيها، واتمنى ان حاجة تكون واسعة عشان تعرفي تقلبي براحتك، واحط كوبايتين مية نحط، خليها ايه عشان ما لخبطكوش، نحط 3 كوبايات مية ونركن كوباية مع كوباية النشا. يبقى هنا اللي عندي ده ايه؟ 3 كوبايات مية، وفي كوباية اهي الرابعة بتاعتي دي هركنها اهي، بنعايرها مع بعض وهركنها. تعالوا لي هنا، ادي كوباية المية هركنها مع كوباية النشا، خلاص دول كده دلوقتي مش هتحرك ولا هعمل فيهم اي حاجة. انا هشتغل دلوقتي هنا على النار، واصلا برضو نفس الحكاية ما شغلناش عين البوتاجاز، شغالين بس كده وخلاص. يبقى هنا 3 كوبايات مية، الثلاث كوبايات مية هاخد عليهم من الثلاث كوبايات سكر هاخد كوبايتين سكر، وبرضو هخلي هنا كوباية للآخر. بسم الله كده هاخد مقدار زي ما اتفقنا 3 كوبايات سكر، خلاص كده. وادي كوباية اهي شايلاها مع الكوبايات اللي انا شايلاهم في الآخر، وهقلب كده. وانا بقى بقلب كده انا عندي في المقادير نص معلقه صغيره ملح ليمون، هاخد ربعها هنا في الاول وهسيب ربعها كمان شويه، اجي ربع المعلقه وهنسيب الربع وهقول لكم هيتحط امتى. هدوب كده السكر مع الميه ومستنيه انه يغلي معايا. نقول تاني حطينا هنا ايه دلوقتي لو حد لسه فاتح معانا؟ احنا حطينا دلوقتي 3 كوبايات ميه والرابعه هناك، ماشي. دي كده المية، لا 4، احنا ماشيين 4-3-1. تمام كده بالشكل ده، نقلبهم كويس كده مع بعض اهو. اول بس ما يدوب ويغلي معايا هكمل المقادير بتاعتي. على ما يغلي تعالوا ندوب كوباية المية في كوباية النشا. بسم الله، بولة كده واحط فيها، ادي كوباية النشا بالشكل ده
واحط عليها كوباية المية وهدوبهم في بعض. تعالوا بقى نجيب مضرب احسن يكون يدينا نتيجة كده في التقليب افضل. بسم الله. انا هنا كوباية مية وكوباية نشا على بعض وهقلب كده كويس كده ماشي. وتعالوا نشوف السكر والمية هناك اخبارهم ايه ببعض. هركنهم جاهزين معايا وهقلب هنا اهو كده، عايزاه يغلي بس يا مسهل بالشكل ده. اول ما هيغلي معايا هنزل بالنشا والمية عليهم وهقلب كله على بعضه زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض كده، او هسيبه يغلي. وعلى ما يغلي تعالوا نشوف الملبن بتاعنا اللي احنا عاملينه من امبارح وسايبينه. خلي بالكوا في كوبايه سكر اهي في المقادير فاصلينها لوحدها. تعالوا نحط ميه الورد كمان عشان اول ما يغلي الريحه الحلوه بقى تطلع معانا. ادي كمان ميه الورد اهي، وزي ما قلت لك ممكن تستبدليها بفانيليا وممكن ما تحطيش اصلا خالص، بس هي ميه الورد مع ملبن الحبل بالذات بتدي طعم وريحه فعلا حلوه جدا. هنقلب كده كله في بعضه. وتعالوا بقى نشوف احنا عندنا ايه. بسم الله. عندي النسخ او اللي انا عاملاه من امبارح لانه لازم يبات عشان ينشف. ادي عين الجمل ملضوم كله في خيط زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض، واخد طبقه حلوه جدا من الملبن الشفاف الجميل. الملبن زي ما بيتباع بره، لا لونه طلع منك اصفر ولا طلع ابيض، لونه غريب طالع لون شفاف حلو قوي. وهنغلفه دلوقتي بالسكر والنشا زي ما هنشوف مع بعض. وصل كده ازاي؟ ده اللي هنعمله دلوقتي مع بعض. طيب وايه اللي احنا لفينه ده كمان؟ ده ايه؟ ومعمول كده ازاي؟ دي الطريقة التانية لملبن عين الجمل، دي طريقة هنعملها مع بعض وطريقة التعليقة دي مع بعض. ماشي؟ دول كده معانا في الآخر خالص هنشوف هنعمل ايه. أنا عندي حبل اللي هو التخين شوية اللي هو اسمه حبل المنجد التخين. ماشي؟ وبعد كده لضمة فيه عين الجمل بالشكل ده وعاملة عقدة كبيرة تحت خالص اللي هي شايلالي اخر واحده من عين الجمل عشان تشلي الحبل كله. طيب لضمتها ازاي او عملتها ازاي؟ تعالوا كده بالراحه نحط كده. ادي ابره واحده عين جمل سليمه. فكره بقى هنا ايه؟ فكره حلوه جدا. اللي هتتكسر منك هي اللي هنعمل بيها الطريقه السهله. السليمه اللي هتمشي في الحبل والابره سليمه دي اللي هنعمل بيها التعليقه. هاجي عند القلب بتاع عين الجمل في حته تخينه هنا اهي، الحته دي اوريها لك ازاي يا داغر. اهي الحته البيضه دي، الحته البيضه دي اتخن حته في عين الجمل، دي اللي هدخل فيها الابره بالراحه خالص. بسم الله كده اهي، وافضل كده اهي اسايس في الابره عشان تدخل بمنتهى السهوله. بسم الله. يلا يا ستي كده بالراحة خالص اهي، شايفين مشيت معايا ازاي اهي. دي كده اللي الحبل والابرة خلاص اتفقنا على كده. اللي هتتكسر معاكي لان سهل جدا جدا انها تتكسر، اللي هتتكسر هي اللي هنعمل بيها طريقة اللف التانية زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. يبقى انا كده جهزت الحبل وجهزت عين الجمل، عايزين بقى نقص الابرة شكرا ليها. ويبقى الحبل جاهز معايا، بس لازم اسيب الحبل ده فاضي كده لان ده اللي هعلق بيه الملبن بتاعي. هقص الابره من الاخر وهسيب كل ده فاضي. خلاص اتفقنا على كده عشان ده اللي هنعلق بيه. ومحضره جنبي العليقه بتاعه الكبش وبتاعه الطقم الكبش، ان دي انسب حاجه يتعلق عليها في المطبخ الطقم الملبن بتاعنا. الطقم بتاعنا ايه؟ الملبن بتاعنا يا مسهل. ابتدى هنا الشربات اللي انا عاملاه يغلي معايا تقليبه كده. طبعا اول ما بيغلي ميه الورد ريحتها بتطلع معايا في منتهى الجمال. وعندي النشا هنا جاهز، عايزين بس ايه نختصر بقى مش
عشان كده هياخد مننا وقت. بص يا ستي، بعد ما السكر والميه وميه الورد وملح الليمون دابوا مع بعض وتسيبيه بس يغلي شويه، انا ما عنديش وقت، سيبيه اول ما يغلي شويه ويطلع فقاقيع كتيره تروحي مدياله تقليبه كده، وتنزلي بكوبايه الميه وكوبايه النشا اللي حضرناهم مع بعض. ماشي، هاتي ونقلب كده. شايفين ازاي يا استاذه رباب؟ يا رباب اهلا وسهلا. اهلا بيكي، ازيك؟ ازاي حضرتك، عامله ايه يا قلبي؟ الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله، الحمد لله بخير يا رباب، ربنا يخليك يا رب. على فكره انا من اشد المعجبين بيكي جدا. ربنا جداً يخليكي، ده من ذوقك والله، الف شكر. حبيبتي كنا مفتقدينك قوي والله وانت مش موجوده. ربنا يخليكوا ليا يا حبيبتي، ربنا يكرمك يا رب، اشكرك. يلا اعملي حلويات المولد في البيت بقى. اكيد باذن الله، على اي حاجه من ايدك انا لازم اعملها. يلا يا جميل، وابعتي التطبيقات عشان عندنا مسابقه حلوه قوي، عشان يمكن انت تشرفيني هنا ان شاء الله يا حبيبتي باذن الله. بجد؟ اه طبعا، اشوف حضرتك ان شاء الله. ان شاء الله، ده انا اللي اشوفك واتشرف بيكي كمان يا رب. حبيبتي حبيبتي، شرف لينا. ربنا يخليكي. وبجد انا بتصل عشان اسلم عليك واصبح عليك. صباح العسل، عايزه اصبح عليكي بس واقول لك تسلمي لك على كل حاجه بتعمليها. ربنا يخليكي يا رباب، ما تحرمش منك ابدا. بصوا بقى، وانا بقلب كده بعد ما حطيت الميه والنشا هروح حاطه بقيه ملح الليمون اللي هي كانت اصلا نص معلقه صغيره، خدت نص المعلقه اللي هو الربع في الاول خالص مع الشربات، والربع التاني بعد ما حطيت النشا، وهفضل اقلب كده طول ما هو على النار، وطول ما انت بتقلبي هيفضل يتقل يتقل لغايه ما هيعمل لك زي المهلبيه التقيله. قولوا لي مين تاني معلش يا جماعه. استاذه ناديه، ازيك يا سبحان؟ الحمد لله. ازيك يا قلبي، عامله ايه؟ يا صدقي بقى كفايه، انا ما اعرفش ايه، انت انا زعلانه قوي، انا بتاعت البلد وما ما اعرفش حضرتك رحتي فين. ربنا يخليكي، اديكي عرفتي مكاننا اهو، تتابعينا بقى على طول. بالصدفه بس بفتح كده ولقيتك. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي يا ناديه، شرفتيني. يعني امتى بقى يا شفهانة؟ 11 الا 10 بالظبط. 11 ل 10؟ كل يوم ان شاء الله 11 ل 10 باذن الله. ويخلص ايه والاعاده؟ في عاده؟ الاعاده الساعه 7 الصبح. ياه. ماشي، اصحي بدري بقى، عايزين نشاط يا جماعه شويه، سبتكم كتير، كسلتوا كتير، نشاط بقى شويه. حبيبتي شرفتيني، شايفين عمال يتقل ازاي؟ عمال يتقل وعلى طول خد قوام حلو جدا، هفضل اقلب فيه كده لغايه ما يتقل جدا جدا، لغايه ما يبقى كتله واحده. بس ادي مقادير الملبن بتاعنا يا جماعه، معقوله؟ بس كده؟ بس كده. بصوا اصلا وانت بتقلبي كده هتبتدي تحسي بقوام الملبن. يا نهار ابيض، اظن يعني مفيش ابسط من كده في الدنيا. المقادير بتاعتنا كانت سكر وميه ونشا وايه تاني؟ وملح ليمون، ما عنديش، هتبقى ليمونه، عصره ليمون. واعمل احلى ملبن. بصوا القوام بتاعه عامل ازاي؟ شوفوا قوامه يا ناس، بصوا شايفين؟ ابتدى يديكوا شكل ملبن اهو، وهو لسه كده يعتبر ايه؟ ما استواش. طيب هنا بقى، طول ما انا بقلب كده فاضل عندي في المقادير كوبايه سكر كنت عازلاها في الاخر خالص، كل شويه هروح واخده منها شويه واقلب. واحنا بنعمل كده هنكلم هاله. يا هلوله، اهلا يا حبيبه قلبي. ازيك يا هاله، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبه قلبي، انت اللي عامله ايه؟ الحمد لله، بعمل لكم ملبن حكايه بقى يا هاله. يسلم ايدك يا حبيبه قلبي. يسلم يا رب، ربنا يخليكي يا لولا، منوره الشاشه والله يا شيف هاله. يا حبيبتي ربنا يخليكي، صباحك زي العسل يا حبيبه قلبي باذن الله. الله يخليكي يا حبيبتي، بس عايزه اسال حضرتك سؤال. قولي تحت امرك. انا نفسي تقولي لي كام اكله كده تحرق الدهون بتاعت اللي هي بتبقى على الكبد دي. حاضر، نسال دكاتره فيها ونقول لك، ما ينفعش انا اقول لك من نفسي، من عينيا. ماشي يا حبيبه قلبي. من عينيا يا حبيبتي، حبيبتي قلبي. شرفتيني شرفتيني. بصوا اول شويه حطيتهم، اول شويه سكر من الكوبايه اللي كانت معايا دوبتهم الاول، وبعدين اروح حاطه شويه كمان واقلب. بصوا الشفافيه بتاعت الخلطه بتاعتنا بتاعت الملبن واللون الحلو اللي هو واخده. خلاص شويه السكر التانيين دابوا، اروح راجعه حاطه اخر شويه، يعني كان كوبايه السكر اللي انا عزلتها بعيد دي نزلتها مثلا على 3 مرات او 4 مرات. ايه فايدتها؟ ليه ما حطيتيهاش مع الشربات من الاول؟ دي اللي بتعمل لي في الاخر خالص عرق حلو قوي ومطه للملبن، دي نقطه.
النقطة التانية بتديني طراوة للملبن ما ينشفش منك، وتبصي تلاقيه كده ايه جمد بقى حتة واحدة. افضلي بقى قلبي كده واحدة واحدة، نروح نشيل كل دول ونكلم مين؟ يا مها. يا مها اهلا وسهلا. الو، صباح الفل. صباح النور. نهى مش مها، نهى. ازيك يا نهى؟ الحمد لله كويس. انا اسفه يا نهى، انا اللي سمعت غلط، حقك عليا يا اختي، معلش تزعليش. لا عادي، ازي حضرتك؟ انا قلت لك اصبح على حضرتك. صباح الفل يا احلى نهى في الدنيا، صباح العسل يا قلبي، صباحك زي العسل. بصوا بقى، هفضل اقلب فيه كده على النار، نهدي النار بس شويه، اول ما يغلي معاكي ويوصل للمرحله دي وطي النار عشان ما يلزقش منك، وهنفضل حوالي ربع ساعه على نار هاديه، افضل اقلب فيه بالشكل ده لغايه ما هيوصل لقوام معين. تعالوا نشوفه مع بعض، نركن ده ونجيب القوام اللي بنتكلم فيه. بسم الله، نشيل دي كده اهي. تعالوا نشوف القوام التاني، تعالوا نشوف المقارنه كده، مقارنه بين هنا وهنا، شايفين ده عامل ازاي؟ عايزين بس ايه نحط برضو على النار ونوطي النار خالص عليه اهو كده. بصوا مخليه النار هاديه جدا، وسط كده عليه، وده برضو نار هاديه جدا. بصوا القوام وصل لفين، هقلبه لكم دلوقتي بس نوطي النار عشان ما يلسعش مننا ونشوف. ادي القوام بتاعه، بيبقى كتله واحده كده بالشكل ده اهو، شايفين عامل ازاي؟ وبيسيب لما تيجي تقلبي كده يروح سايب لك الحروف ويتجمع اهو. ده كده القوام المظبوط، وهنختبره دلوقتي بطريقتين مهمين جدا. يبقى ده فضلت معاه لما كان ده في الاول وبعدين وصل لي لده. بصوا بقى، ده اللي لسه على النار، ده لسه فيه رطوبه، لسه فيه ميه، لسه عايز بتاع ربع ساعه على نار هاديه تقليب لغايه ما يوصل للقوام ده. طيب تعالوا بقى كده، تعالى معانا يا داغر، وصباح الفل عليك. تعالوا نشوف اختبره ازاي، صباح الملبن بالظبط، اختبره ازاي عشان اعرف ان ده القوام المظبوط اللي هيمسك لي على عين الجمل ويطلع لي ملبن، ولا بعد ما اعلقه بعد نص ساعه بص الاقيه ساب الدنيا ونزل. بتحصل كتير قوي. اعرف ازاي القوام المظبوط بطريقتين. اول حاجه، بص كده يا داغر، دي مهمه جدا، ده العيدان بتاعه الشيش طاووق. هعمل كده، هحط العود كده جوه الملبن واقلب كويس قوي، واحاول اشيل معاه حته كده واوقف العود بالشكل ده واشوف الملبن نزل ولا لسه محمل على العود زي ما هو. الاختبار ده مهم جدا جدا جدا، كل سنه بنقول عليه وهنفضل نقول عليه. انتوا شايفين ايه اللي حصل؟ شايفين في ملبن نزل من تحت اهو، مفيش حاجه. شايفين ازاي؟ محمل زي ما هو وثابت على العود. شكرا، دي اول حاجه تعرفني ان انا كده وصلت للسوى المظبوط. طب ايه الحاجه الثانيه؟ لو ما عنديش العيدان دي، هجيب طبق غامق اهو، وهجيب معلقه، بسم الله، وهاخد حته كده من الملبن واحطها في الطبق. هل يا ترى فرشت ولا زي ما نزلتها قعدت في مكانها؟ انتوا شايفين ايه؟ فرشت عملت زي المهلبيه ولا ثابته في مكانها ما اتحركتش؟ انا شايفاها اهو ثابته في مكانها ما اتحركتش، ولا فرشت، زي ما نزلتها قعدت. معنى كده ايه؟ ان برضو ده القوام المظبوط بتاع الملبن او السوى المظبوط بتاعي. يبقى انا كده شكرا، اطفي عليه واشتغل بقى على طول. عرفنا طريقتين مهمين جدا جدا لاختبار الملبن. اول طريقه زي ما شفنا، العود او ظهر معلقه، اعملي نفس الحكايه، او طبق ونزل نقطه فيه واشوف كده. خلاص شكرا. هنعمل ايه بقى؟ ماشي، هجيب ادي الخيط، بسم الله، اللي فيه عين الجمل، افرده بس كده شويه. طبعا محمل عين جمل بقى بتاع السوق ما بيبقاش كده خالص، احنا عاملين حاجه وصايه، حاجه بقى بيتي يعني كده بالشكل ده، وهنيمه في الملبن، اريحه كده خالص، وافضل اخد عليه من هنا ومن هنا كده بالشكل ده كده، واغطي عليه بالملبن، اخد شويه من الشمال على اليمين وشويه من اليمين على الشمال، اغطيه كده خالص، بسم الله، بهذا الشكل. شايفين ازاي؟ اعمليه من بالليل عشان تسيبيه بايت في المطبخ كده متعلق، تصبحي الصبح تلاقيه زي العسل.
كده خلاص بصوا غطيته ازاي، وبعدين اروح شايلاه كده واشوف فيه اي فراغات انا ما خدتش بالي منها ارجع اغطي. انا عندي هنا فراغ اهو تحت اهو اهو، ده ما كنتش واخده بالي منه. لو بتحبوا بقى طبقه الملبن تبقى كتير سيبيه ساعه منشور وارجعي اعملي الحركه دي تاني. لو بتحبي عين الجمل هو اللي باين فيه اكتر يبقى تعملي هي طبقه واحده، دي طبقه واحده. طبعا بتاع السوق بيبقى 100 طبقه على بعض مش طبقه واحده بس. خلاص انا كده اهو بصوا اتغطى ازاي، في ملبن ساح لا قدر الله ولا الهوا ولا الهوا، سوى زي العسل، عود ملبن ملوش حل. هاخده بقى اروح معلقاه جنب اخواته هنا كده بالشكل ده بالراحه خالص عشان ما يمسكش في اي حاجه، واروح ايه معلقاه كده من بالليل للصبح واربطه ماشي وخلاص. دي اول طريقه معايا. طيب الناس اللي بتستصعب الطريقه دي يا نجلاء هنعملهم طريقه سهله. يا نوجة صباح الخير. صباح النور، ازيك يا نوجة اخبارك ايه؟ الحمد لله كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه يا قلبي ومتحرمش مني. تسلمي ايدك على كل اللي بتعمليه حضرتك. تسلمي. ايه رايك في الملبن بتاعنا النهارده؟ جميل ده، انت اللي ملبن. الله يكرمك يا رب، ده من ذوقك والله. يا رب يخليكي. تسلم ايدك يا حبيبتي. الله يخليكي يا قلبي. عايزه حضرتك في حلقه انسانيه يا مدام هاله. طيب خدي رقمي من الكنترول او سيبي رقمك وانا اكلمك. من عينيا الاثنين يا نجلاء. حاضر. الطريقه السهله بقى ايه؟ كده خلاص انا عملت طريقه الابره والفتله، واتفقنا ان الخيط هو خيط المنجد التخين عشان يستحمل طبقه الملبن مع طبقه عين الجمل، واتفقنا ان لو بتحبي عين الجمل اكتر هتدي الملبن طبقه واحده بس، لكن لو انت بتحبي الملبن هو اللي اكتر هتدي بعد ما ينشف ساعه ترجعي تحطيه في الملبن تاني تديله طبقه تانيه، هيبقى الملبن تخين كده عليه زي السوق بالظبط. طب ايه بقى الطريقه السهله؟ فين البتاع دي اولها من اخرها؟ فين يا اولاد يا اولاد انقذوني عشان الوقت. بصوا بقى هعمل ايه، هجيب استريتش كده او ورق فويل اللي موجود عندي. لا اله الا الله، اطلعي معانا يا ستي. بسم الله اهي كده، نبعد دي كده وهفرد كده بالشكل ده، ادي طبقه ماشي، ونقطعها كده وعليها واحدة تانية قدها، ادي طبقة ستريتش، طبقة تانية. الست دي هتعمل ايه؟ هتعمل سحر ولا ايه؟ ادي طبقة الستريتش التانية كده، ادي الطبقتين فوق بعض، وطبقة واحدة عرض بيها بس المسافة. ليه كل ده؟ بصي استني شوية، بصي كده عرض بس بيها الدنيا بالشكل ده هو. خلاص يبقى هنا قدامي طبقتين فوق بعض وهنا طبقه واحده زودت بيها المسافه. وبعدين فين الزيت يا جماعه؟ الزيت فين؟ هاتوا لنا شويه زيت وبسرعه. فين الزيت؟ طيب خلاص بصوا هنشتغل. انت ادهني زيت، ادهني شويه زيت. فين؟ ماشي اصل الزيت مهم جدا عشان نعرف نلف بيه. بصوا كده طبقه زيت صغنونه خالص كده، وهفردها بالعرض كده بعرض الاسترتش بالشكل ده. خلاص كده. طيب وبعدين هنجيب بقى الملبن ده. امتى هعمل كده؟ عين الجمل اللي اتكسر مني او اي مكسرات عندك، وهاخد كده من الملبن هحط على الزيت. شايفين الزيت بيزحلقه ازاي؟ وهو المطلوب بالشكل ده كده اهو كده، اعمله كده زي ايه، زي رول كده. هنعمل رول دلوقتي مع بعض بالشكل ده. دي الطريقه السهله، ودي الطريقه اللي تحطي فيها اي مكسرات تعجبك. شايفين ازاي؟ وبعد كده هاخد عين الجمل كده، وممكن سوداني. يا سلام يا سلام يا سلام، اصل انا من عشاق عين الجمل يا جماعه، والملبن ده بالنسبه لي ادمان السنين من واحد وانا طفله، يعني كنت بدور عليه في العلبه اصلا. ده كده خلاص كده، مش هرد عليكي يا مها. مها هديكي حبل بحاله بس سيبينا شويه.
ماشي برشيكي على الهوا اهو. بصوا يا جماعه هعمل ايه بقى بالشكل ده كده، واروح عامله كده عشان ما يجريش مني، يبقى انا كده حكمته هنا. وبعدين اروح لفاه كده كده وهرجع الفه تاني اهو. شايفين ازاي بضغط كده الحروف عليه كده كده؟ اوعى يطلع من هنا، هنحكمه دلوقتي من الحروف بالشكل ده كده ماشي. وبعدين هنعمل ايه؟ نفضل نلف كده بالراحه لغايه نهايه الاسترتش اللي احنا عاملينها اهي. وبعدين تعالى بقى من هنا كده، عايز يطلع من هنا يهرب مننا، واروح رابطه كده. طبعا كله تلزيق في تلزيق، ده ملبن يعني، عارفين اللي هو لازم تعودي نفسك بقى على كده في المطبخ، او تاهلي نفسك على كده. ادي كده رابطه من هنا بالشكل ده، وبعدين هنا نفس الحكايه، الف كده الاول عشان احكمه كويس كده، وبعدين اروح رابطه. يبقى دي الطريقه الثانيه اللي ممكن اعمل بيها الملبن بسهوله، وممكن ابدل فيها عين الجمل باي مكسرات عندك. واعملي كده عشان ياخد رول حلو، وتسيبيه زي ما هو كده هو في المطبخ لتاني يوم الصبح. ادي شكل الملبن من جوه. تعالوا نشوف بقى اللي نشف معانا من امبارح هنعمل فيه ايه. نسيب ده كده على جنب ونبعد دول. بسم الله. وهجيب كوبايتين سكر بودرة عليهم كوباية نشا. المقادير دي مهمة جدا، المقدار ده لازم تاخدي بالك منه كويس قوي. 2 سكر بودرة عليهم 1 نشا، وهقلبهم مش نافع، وهقلبهم كده في بعض النشا والسكر. بس كنزة كانت عاملة لنا اختراع ببقية الملبن اللي فات، بس زعلانة انه مش هيظهر. كده يا جماعة ماشي، 2 سكر بودرة عليهم 1 نشا. ونجيب اللي نشف معانا نقصقصه كده، ونروح حاطينه على طول هنا كده. شايفين التلزيق؟ والتاني كده اهو، والتالت. بسم الله. ونسيب اللي احنا لسه عاملينه في الحلقه ينشف براحته خالص. هعمل ايه بقى؟ هغطيه كله بالسكر والنشا، ولازم نشا مع السكر، ولا ينفع سكر بس ولا ينفع نشا بس. والتاني اهو كده، ونشوف في الاخر شكله هيبقى بقى زي بتاع المحلات ولا احلى كده اهو. شايفين انا بغطيه خالص كاني بدفنه. ونجيب البلانشه اللي هنقدم عليها. بص بقى يا عم داغر، يا عم داغر، شوف لنا الموضوع ده النهارده يا عم داغر. شايفين الملبن عامل ازاي؟ محمل ازاي؟ وشايفين السكر والنشا عليه؟ اهو ادي الملبن بتاعنا اللي مليان عين جمل من جوه. بسم الله ما شاء الله عليه، الله اكبر. بجد كفايه كفايه ان انت عملتيه في ايديكي في البيت اهو. نحطه بقى كده بالشكل ده، ونجيب التالتة كمان. مفيش حاجة نقدم فيها كمان يا ولاد، مش شكرا قوي. ادي الملبن الحبل بتاعنا النهاردة. طيب الملبن بقى اللي هو في الاسترتش، عارفة هنقطعه على ايه؟ بصوا اللي في الاسترتش هعمل فيه ايه؟ هروح جاية قصة من هنا وقصة من هنا كده، ونفتح ونوسع كده لنفسنا. بسم الله اهو. تعالوا بقى نشوف ده شكله عامل ازاي بالراحه خالص كده. واول ما اوصل لاول طبقه عندي يعني الملبن هيبان، اروح رايحه على طول في السكر والنشا، لان ده هم دول اللي هيجمدوا لي الملبن. ادي شكل اللي معمول في الاسترتش. الثانيه بسرعه اهي، برضو نفس الحكاية. هنقص كده ونقص كده بالشكل ده، وبعدين نفتح على طول كده. تعالي يا ستي، فين أولك من آخرك؟ يا سلام، معصلجة معانا دي. بس على مين؟ على مين؟ على مين؟ كده احنا نقصها بالشكل ده كده يا جماعة. اهي معصلجة معاكي، اعملي كده، ما عندناش حاجه تعصلك معانا ان شاء الله بالشكل ده.
الملبن ناعم وطبعا كنا مغلفينه بالزيت فتتفتح معاكي بمنتهى السهوله. نفس الحكايه اول ما عيني تشوف الملبن هروح واخداه فين؟ على السكر والنشا. تعالوا معايا اهي احنا خلصنا اهو بالشكل ده، شايفين المطه الحلوه بتاعت الملبن؟ بصوا شايفين مطه الملبن زي الجاهز واحلى. وهروح على طول ده انا هوري لك، بس هقطع لك حته كده واوري لك شكل الملبن من جوه عامل ازاي. مفيش حاجه نقطع عليها بالشكل ده. طيب ناخده هنا على البلانشه دي ونقطع سكينه. وبص بقى يا عم داغر جمال الملبن من جوه. بصوا يا جماعه شايفين الملبن؟ شايفين الحشوه من جوه عامله ازاي؟ اهي بصوا من هنا ومن هنا، والملبن طري جدا. تعالوا نشده كده، بصوا شايفين المطه الحلوه بتاعت الملبن، وشايفين المكسرات عين الجمل باينه من جوه ازاي؟ وادي مطه الملبن الجميله بتاعتنا اهي. شايفين ده بقى بذمتكم ملبن بيتي؟ يعني حد يصدق الحركه دي؟ طبعا استحاله. بس اهم حاجه عاملينه على ايدينا، وهنقول صنعت ايديا وحياه عينيا. عملنا الملبن بطريقتين، اهم حاجه الخطوات الاولانيه ومقادير بسيطه جدا جدا. اكتر حاجه مكلفه فيه عين الجمل اللي تقدري تشيليها وتحطي سوداني، حطي اي مكسرات عندك. والف هنا وشفا. هنطلع فاصل نرجع نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس هو القناه تتغير. اهلا بيكم بعد الفاصل. بعد ما عملنا الملبن الحبل بمنتهى السهوله وكسرنا حته الناس تقول ما يتعملش في البيت، ما ينفعش تعمل في البيت، لا اتعمل في البيت بمقادير بسيطه وخطوات شغل بسيطه جدا. سيبكم بقى من كل ده وتعالوا نستقبل الجميله بجد دكتور هبه العوضي اللي بستمتع جدا وانا قاعده قدامها بصراحه. ازيك يا دكتور؟ صباح الفل عليك يا شيف هاله، وصباح الفل على المشاهدين ومشاهدين قناه النهار في كل مكان. بحييكي 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 على الجريمه دي. انا اول مره احيي حاجه على الجريمه بجد يا جماعه. هايل 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 بجد. ربنا يخليك. اول مره يعني اشوف فعلا ملبن بعين الجمل بيتعمل بالمهاره دي. حبيبتي. شفت طول الاسبوع طبعا كل القنوات دلوقتي شغاله أكيد. الملبن، بس عمري ما شفت فعلا اللفه بتاعته. انا كنت اقعد اسال نفسي يعني بيلفوها ازاي دي. ما شاء الله عليكي، ما شاء الله عليكي، والله تسلم ايديك بجد. تسلمي، وبجد شهاده اعتز بيها فوق دماغي. الحمد لله والله. حلوه قوي قوي قوي. تسلمي لي يا دكتور. قولي لي بقى النهارده ان شاء الله هنتكلم في ايه بقى؟ هنتكلم في الملبن. في الملبن. انا خلاص نسيت كل حاجه الملبن. انا اكتر حاجه بحبها الملبن. بجد يعني، وكل الناس الوقت بعت عماله تسال هناكل الحاجات دي كلها ازاي؟ وبتطلبوا منا ان احنا نخس. ما هو انتوا بقى يعني ايه يعني لما تقولوا كلام اعقلوه. صح كده؟ اتبع معانا تعليماتنا. هناكل كل حاجه. فبس او انا اول ما بقول كلمه تعليمات، اول ما يسمعوا كلمه تعليمات خلاص خلاص احنا عارفين هتقولي ايه. هتحرم هتحرمينا احنا ركبنا شايلنا بالعافيه. تمام. لا مفيش حرمان، والحرمان احنا مش بنقول كده، ده هو ده الحاجه العلميه الساينتفك. مفيش حرمان، الحرمان غلط يا جماعه. هناكل وهناكل حلويات بس كميات معتدله وصغيره، ونرحلها في الساعات الايه النهاريه بس، ونتبع
التعليمات الكورسات اللي احنا بننزلها، وخصوصا الكورس الشتوي اللي احنا منزلينه يا شيف هيلا. الكورسات الشتويه دي كورسات جديده، الكورس الشتوي عشان حاله الجوع اللي على طول مع اول الشتاء وكمان نصادف فيه دلوقتي مناسبه دينيه كريمه. كل سنه وانتم طيبين وانت طيبه حبيبتي. المناسبات دي كلها انت عارف اي مناسبه مرتبطه بالاكل، فاحنا منزلين الكورس الشتوي بعرض، ونظرا لطلبات المشاهدين وتلبيه لرغباتهم طلبوا مني الاسبوع اللي فات ان احنا نكرر العرض، لان العرض بتاعنا كان نازل معاه بدله التخسيس، وكل الناس يقول طب احنا عايزين بدله كمان مع العرض. بس هو للاسف ان العرض بيبقى معاه بدله، كل واحده طالبه بقى عايزه لاختها، عايزه فهماني. فاحنا منزلين الاوفر النهارده يا شيف هالة خماسي، عباره عن علبه الكبسول وعلبه النقط وعلبه الاعشاب، عليهم بدله التخسيس اللي كله طالبها، واحنا يعني عشان خاطركم المره دي منزلينها تاني، معاهم كريم السليولايت وعلاج ترهلات الجلد عشان اضمن واحافظ على المظهر الجمالي الجلدي اثناء فتره انقاص وزن. حلو جدا. وقالت لي دكتور هبه كمان، قالت لي المره اللي فاتت لما كانت جايبه العرض ده والبدله، في ناس كتير ما لحقوش العرض واتصلوا بيها تاني يوم وزعلانين، ولغايه دلوقتي بيكلموه عشان احنا بناخد عدد محدود يا شيف هالة. للاسف بناخد عدد محدود، لما بيزيد لان احنا بنبقى يعني فعلا في ناس بتزيد عن 12 بالليل، فبيبقى عندنا العدد محدود جدا. فالكورس خماسي زي ما قلنا، علبه كبسول وعلبه نقط وعلبه اعشاب، عليهم خصم 50% والشحن مجانا لجميع المحافظات، عليهم بدله التخسيس اللي هو طبعا مش هتضايق. ليه بقى الناس طالباها برضو الايام دي؟ عشان الشتاء والجو خف، مش هتضايقك زي ولا هتخنقك زي ما كنا في الصيف، تمام. الكورس بتاعنا يقولوا لي ازاي هنتعامل في الكورس مع كميه الحلويات دي. طبعا هي الكلام بيختصر في حاجتين، انت هتفتحي بقك هتتخني، هتقفلي بقك هتخسي، بس نخس بعلم ولا نخس بجهد؟ لا نخس بعلم. انا الخلايا الدهنيه عشان اكسرها لازم محتاجة لبروتوكول صح، بروتوكول ناجح، منظومة علاجية صح أمشي بيها، ودي بتبقى أسلحة دكتور أو أخصائي التغذية اللي بيتعامل فيها مع المريض. صحيح. لازم دكتور التغذية يبقى فاهم مشكلة مريض السمنة جاية منين، هل شهية واسعة، هل إن نسبة الحرق عنده قليلة، هل عنده مشكلة صحية مسببة له سمنة. الدكتور البروفيشنال هو اللي بيقدر يميز سبب السمنه عند المريض، عن طريق لما يتصلوا بقى ويقولوا الحاله بتاعتهم بقى. بيقدر يحدد البروتوكول الصح بتاعه. وخلي بالك الكورسات بتاعتنا مش كورس واحد عام على الكل، ده كورسات الناس اللي عندهم ضغط ليهم كورس، الناس اللي عندهم مشاكل في الـ في الـ في, الـ في العضلات والعمود الفقري ليهم كورس، الناس الكبار ليهم كورس، الاطفال في سن المراهقه ليهم كورس. طب نقول كورسين النهارده والهديه عليه قبل ما نطلع الفاصل. تمام. الكورس بتاعنا عباره عن، او الاوفر بتاعنا عباره عن علبه كبسول، علبه نقط، علبه اعشاب، عليهم 50% خصم، شحن مجانا لجميع المحافظات، وبدله التخسيس الجميله اللي كله طالبها، عليها كريم سيليولايت وشد ترهلات الجلد. ده العرض بتاع النهارده، ده العرض بتاع النهارده احنا موفرينه لكم، وهنرجع ان شاء الله بعد الفاصل نتكلم عن الكورس بالظبط وبالتفصيل. وقبل ما نطلع الفاصل عايزه افكركم دكتور هبه مثال حي للكورس. تمام. يعني لازم تفكريني. لازم افكرهم ولازم تفتكر. لو الناس تلاحظ هبه كانت 90 فوق 90 كيلو وما شاء الله، شوفوا مشيت على الكورس وقمر بسم الله. لا ولو تابعنا يا شيف هالة انا كنت طالعه معاكم في اول الحلقات امنه من كده كمان. طيب هنطلع بسرعه فاصل ونرجع نكمل مع بعض. فاصل قصير بس على القناة اتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. كان معانا دكتور هبه العوضي، وكنا بنتكلم على ان هي اولا هي مثال حي لحد ماشي على الكورس وماشي عليه لغايه دلوقتي عشان ما تزيدش تاني. الحمد لله الحمد لله. تمام. الكورس تمام، والكورس اثبت نجاحه وكفاءه عاليه. ده بس عشان خاطر الكورس بعيد عن يا جماعه المواد الكيميائيه، وكله طبيعي اورجانيك.
عشان بس الناس اللي بتكون قلقانه بعيدة عن المواد الضاره زي السيبوترامين والحاجات اللي بتاثر على المخ. لا احنا ما بنشتغلش على المخ خالص، دي كلها حاجات طبيعيه بمستخلصات اوراق النباتات والاعشاب وبذور الفاكهه، كلها جوه الكورس داخل بروتوكول كامل مع مكملات غذائيه بتخدم الحاله الصحيه لمريض السم. طيب لما نيجي نتسأل يعني هو الكورس دون هنحس بايه في اول اسبوع؟ صراحه يا شيف هاله احنا مش هنحس بنزول في الوزن وبس، لا نزول الوزن عليها حاجات تانية كمان هنحس بيها وخصوصا اول اسبوع. ازاي؟ الحاله المزاجيه يا جماعه هتتحسن جدا طبعا، ليه؟ انا نزلت ده كيلو هيفرق معايا، فبالك ده 3 الى 4 كيلو في الاسبوع. سيبك من الحاله النفسيه، الاحمال لو الناس اللي عندهم مشاكل في المفاصل انتوا هتحس بفرق 50% تحسن من اول اسبوع، لان انت هتخف الحمل على مفاصلك على الغضاريف وعلى العمود الفقري. مرضى الضغط العالي، الضغط العالي سبب من اسبابه السمنه تمام، لان الدهون او جزيئات الدهون بتترسب على الاوعيه الدمويه تمام اللي بيجري فيها الدم. فانا لما بنزل في اول اسبوع 3 ل 4 كيلو انا الاوعيه دي بدل ما كانت ضيقه بالجزيئات الدهنيه هتوسع معايا، هيقل معايا الضغط، نسبه السكر هتتحسن. الناس يا جماعه اللي عندهم شخير بالليل ودي بتسبب لهم ازمه جدا، الشخير نفسهم كمان بيبقى عالي، الشخير بيتحسن جدا مع نقص الوزن. الكورس عندي بيوفر لي ان انا بقفل شهيه لمده 14 ساعه، يعني هو يعني بيحفزني ان انا اقفل شهيتي لمده 14 ساعه، بيعمل لي زياده في معدل الحرق 4 اضعاف، ده غير انه بينحت لي الجسم خصوصا الحتت اللي فيها تكتلات دهنيه، بيمنعني ان انا كمان يعني الجسم يكون دهون تاني زياده. الكورس بتاعي كورس بيتعامل مع مجتمعنا، بمعنى ان مجتمعنا يا شيف هاله مجتمع اكيل، اكيله أقول. اكيله احنا ده سلوكنا في مجتمعات شرقيه، مجتمعات عربيه، اتربينا ان ماما بتعرف تطبخ، شيف هاله بتعرف تطبخ، بابا اكيل، شكرا بابا اكيل، شكرا احنا اتربينا ناس بنحب الاكل. فانا يعني الناس اللي طالعه او الاطفال اللي طالعه شهيتهم عاليه، الشهيه العاليه دي بيبوظوا معدتهم، فاحنا كاخصائيين تغذيه صعب ان انا اقول لواحد بياكل فته ومحاشي ان انت امنع، مش هيسمع كلامي، ولو سمع تمام هيسمعها شهر، الشهر الثاني مش هيواظب. صعب ان انا يعني ان انا امنع رغبته الطبيعيه. فاحنا علم التغذيه دي مدارس، وانا مدرستي ان انا احب اخاطب المريض على حسب طبيعته او على كل مجتمع على حسب هو سلوكه ايه. فانا كدكتور تغذيه لازم اتعامل مع المعده الكبيره اللي كبرها مريض السمنه، اتعامل معاها صح بايه؟ بحاجتين، بديله حاجه قمعه للشهيه، حاجه بتقفل لي الشهيه بتاعته تمام، زي ايه؟ زي الالياف، الالياف بتنزل المعده تنفش، تعمل لي بلك، تعمل لي حيز في المعده، والباقي كله انت بقى، الباقي اللي يفضل في المعده كله انت. بس تاكل كل حاجه. تاكل كل حاجه. الباقي الحيز اللي طب بس خلي عندك شهيه، خلي عندك شهيه تلح عليك. لا ما احنا ان انا هديله قامع شهيه ليه؟ عشان ما اخليش الشهيه تلح عليه. لا انا مش ما هو انا الشهيه العاليه دي ده مش المعتدل، انا عايزه انزل شهيته او الحاح شهيته للوضع المعتدل الصح. فانا هو لا هو اتربى على سلوك انا شهيتي أنا، فانا هديله الياف تنزل في المعده تنفش، هديله حاجه تثبط لي الشهيه زي عشب الكارسينيا يا جماعه اللي موجود عندي في الكورس بتاعي، عشب الكارسينيا اللي معروف في علم التغذيه بمانع الشهيه، مانع الشهيه، بيمنع الشهيه تمام. اسمه كده مانع الشهيه بقى معروف عنه. الارقام بس عايزين ننوه، الارقام موجوده على الشاشه يا جماعه قدامكم، وكمان هننزل دلوقتي الصفحه على الفيسبوك. بالظبط، للي عايز يتواصل عن طريق الفيسبوك الارقام او صفحه الارقام والصفحه تمام. شركة هيربل بانك. الصفحة هي موجودة قدامكم، ابعتوا على رسائل الصفحة او اكتبوا على اي بوست، اكتبوا اي كومنت، هتلاقوا على طول في خبراء التغذية وفريق طبي كامل
بيتواصل معاكم، والارقام كمان اللي موجوده على الشاشه. ويا ريت الناس يا شيف هاله تتواصل معانا، احنا مش حابين ان احنا نسيبكم بعد الكورس ما تاخدوه. يا ريت كل اسبوع على قد ما تقدر المتابعه. انتوا لما بتقولوا لنا احنا خسينا في اول اسبوع انتوا بتفرحونا، يعني انتوا فعلا بتفرحونا، بتخلينا فعلا ان احنا شغوفين ان احنا ننزل عروض اكتر ونشوف ايه التقلبات الموسميه ونحاول نلائم التقلبات الموسميه زي الشتاء والمواسم والاعياد والحاجات دي. الكورس بتاعنا هنفكركم بيه تاني، وهنفكركم بالعرض اللي احنا منزلينه عشان خاطر الموسم الشتوي. الكورس الشتوي الجبار اللي سعره النهارده مش هيتكرر، علبه كبسول عليها علبه نقط عليها علبه اعشاب، وخصم 50% لحد 12 بالليل يا جماعه. والهديه بتاعت الاوفر بتاعنا النهارده بدله التخسيس اللي كله طالبها، ومعاها كريم السيليولايت عشان احافظ على جسمي او على جلدي اثناء فتره انقاص الوزن بتاعنا. الكلام ده العرض، العرض ده النهارده لغايه 12 بالليل يا شيف هالة. النهارده لغايه 12 بالليل شيف. لان البدله عشان ما يرجعوش يزعلوا تاني ويقولوا اصل عرض البدله ما بيتكررش كتير، لان البدله فعلا مكلفه تقريبا. سعرها تقريبا زي سعر الكورس. فاحنا والله بننزلها بس فعلا ان هي غاليه بره، يعني بتتباع برقم بره كانك ساونه عندك في البيت. ساونه عندك في البيت. فالكورس بتاعنا هنرجع ونتكلم عنه تاني. الكورس بيحقق لي زيادة في معدل الحرق 4 أضعاف. طب يعني يا جماعة انتوا حطيتوا ايه أساسا اللي يزود لي حرقي؟ يعني أنا نفسي أفهم. دي خصوصا الناس اللي عندهم مشكلة في الحرق ومرضى الغدة الدرقية. حطينا حاجة يا جماعة اسمها L-carnitine. L-carnitine ده مادة فعالة أثبتت كفاءة عالية، اللي بيحطوها في أمبولات الميزوثيرابي اللي بتروحوا العيادات تحقنوها في السمنة الموضعية. مشكلة إن الحقن ده بيبقى مؤلم شوية رايح جاي على الدكتور. لا بالعكس، احنا خدنا L-carnitine حطيناه في الكبسولة. بتاخدي حضرتك الكبسولة وانت قاعدة في بيتك، بتاخدي الكبسولة الصبح، بتضمن معاكي قفل شهية طول الفترة النهارية مع حرق متواصل للخلايا الدهنية. تمام. الأعشاب بتاعتي مجموعة أعشاب بناخدها بقى إيه الناس اللي غاويين المنبهات، الشاي والقهوة والحاجات دي. الأعشاب دي على فكرة طعمها حلو جدا والله. تشربيها سخنة بقى تدفيكي، دي برضو حلوة قوي في موسم الشتاء. الأعشاب دي حلوة جدا لأن الناس اللي عندهم يا جماعة إمساك أو عندهم مشاكل في الإخراج، الأعشاب دي بتظبط عندي عملية الإخراج. تمام. زيادة إن هي بتنقي الجسم من السموم اللي واخدينها طول النهار، مية ملوثة، فاكهة مش غسلينها كويس، الفاست فود اللي بناكله، الأكل الخارجي على طول، الأكل الجاهز ما بنضمنش هو يعني صحيح. يعني نسبة أمانه إيه. عندنا النقط تالت حاجة، دي بقى النقط دي مفتتة للدهون، للخلايا الدهنية وللدهون كمان، فيها نسبة مادة فعالة ليها قوة رهيبة، قوة خارقة لحرق الدهون، مزودين كثافتها في النقط عشان النقط يا جماعة بتتاخد بالليل. الناس اللي بياكلوا بالليل خلي بالكوا، احنا داخلين على فترة شتاء، احنا هنحتفظ بالتلات وجبات، فطار وغدا وعشاء. في الغدا خد طبق السلطة وكمل بعد كده بأي حاجة موجودة أيا كانت، بس هنرحل التلات وجبات في الساعات النهارية. أما الساعات الليلية من بعد 7 يا ريت بلاش أكل تقيل، كل اللي نقدر ناكله فاكهة، برتقانة، جوافاية، فراولاية، تفاحة. وأقدر أشرب الأعشاب دي كمان بالليل طبعا، هي بتبقى بالليل هتهدي معدتي هتهدي معدتي. وأنا يعني أنا فعلا بنبه على موضوع الأكل بالليل. هو مش مجرد كلام وخلاص، بس هو ربنا خالق الغدة الدرقية عندنا بتفرز هرمونات الحرق في الساعات النهارية. لما حضرتك هتاكل تصحى بالليل تاكل أكل أكل على أكل، مين هيحرق السعرات الحرارية؟ سعرات حرارية أنا بكتسب، مين هيحرقها؟ لأن ماكينة الحرق خلاص توقفت لما الغدة الدرقية وقفت إفراز الإنزيمات بتاعة الحرق. فأنا عشان كده بنبه على الناس كل اللي انتوا عايزينه بس في الساعات النهاريه بس. ثلاث وجبات، مش هنسقط وجبات، بس هنرحل الفطار، هنرحل الغداء، هنرحل العشاء، وفي سناكس كمان بين الوجبات. حلو جدا مع الكورس اللي بتاعنا، مع الكورس. والناس اللي بتسال على السكريات ناخدها امتى؟ بعد ما تاكل وجبتك، بلاش قبل الوجبه، بلاش بعد الاكل، ومش بعد الاكل على طول، نستنى على الاقل ساعه كده يا شيف هاله. نستنى ساعه يتهضم بس الاكل خلاص عشان ما يحصلش تلبك. السكريات صعب جدا انك تاكلي سكريات مع الاكل بتاعك. ناكله بعد الاكل بساعه. لو هناكل حته ملبن تبقى قطعه
قطعه ناكلها في في الغداء. دكتور ويا ريتها بلاش تبقى بالليل قطعه ده, ده انا الحبلين دول ما يكفونيش ولا هيكفوا حد. ده هنعمل ايه؟ ده انا عارفه بس هدوق الملبن في حبلين. انت لو مش هتاخدي الكرسي يا شيف هاله مش هينفع اصلا تحط تبصي له. انت مجرد ما هتبصي له هتتخني. والله فيعني لكن الكرسي بيدي امان بيدي امان. عارفه اللي هو انت قاعده ومطمنه. انا لو تخنت كيلو ولا اتنين لو خدته بس لمده اسبوع هنقص باذن الله 3 لـ4 كيلو. فعلا ده بيحقق لي انزال في الوزن يعني بصراحه من 3 ل 4 كيلو في الاسبوع من 10 ل 15 كيلو في الشهر. حلو جدا. من اول اسبوع انا من اول اسبوع كفايه نفسيتي بس كده تستريح لما الاقي النتيجه دي في اول اسبوع. ومناسب مع الناس اللي عندهم يا شيف هاله مناسبات العرايس. الناس اللي داخلين كليات عسكريه وعايزين قوام متناسق بيطلبوا منهم يجوا يطلبوا منا ويبعتوا لنا على الانبوكس انا داخل كليه عسكريه انا دلوقتي عايز جسمي يتناسق مع وزني ده عايزين كذا في كذا. بصي الناس المحدده بوقت زمني وكشف طبي بيبقى مناسب جدا جدا معاهم بصراحه. خصوصا حاجه انت فكرتيني بحاجه مهمه جدا. في عرايس دلوقتي بيجهزوا نفسهم عشان يتجوزوا قبل رمضان. تمام. يعني قبل شهر رمضان فيبقى العيات. مثلا قدامهم ايه شهرين ثلاثه يلحقوا بقى يظبطوا نفسهم. هيلحقوا ده شهرين ثلاثه دي اللي وزنها 120 دي اللي بتفكر كده لكن الناس مثلا وزنهم 80 ولا 90 لا ده في شهر هتعرف تظبط. فانتوا ما تشتروش يا جماعه فساتين افراح دلوقتي خالص. اصبروا شويه ان انتوا فعلا باذن الله هتخسوا. هتخسوا وهتنشفوا زي ما بنقولها كده كلمه مداعبه بنقولها للعيانه عندنا هتخسي وهتنشفي. هما فعلا بينشفوا وبصحه كمان دي اهم حاجه. الحمد لله يعني مفيش مضافات الحمد لله. اهم حاجه الكورس عندنا بيضمن لك مفيش مضاعفات. مفيش مضاعفات. هنقول الاوفر اخر مره مع الشيف هاله. الكورس بتاعنا او الاوفر بتاعنا علبه اعشاب علبه نقط علبه كبسولات خصم 50% للساعه 12 بالليل عليهم بدله التخسيس وكريم السليولايت هديه معانا ان شاء الله النهارده. ان شاء الله. اشكرك يا دكتور نورتيني شرفتيني وهدوق الملبن ان شاء الله. ده اكيد باذن الله لازم. اشكركم على متابعتكم الكريمه. ما تنسوش مسابقه التطبيقات شغاله وما تنسوش كمان مسابقه اجمل كومنت. واشوفكم على خير بكره ان شاء الله في وصفات احلى واحلى. ومن النهارده لبكره هسيبكم في رعايه الله.